السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي وكذلك الجديد ديال الأتواب. ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب، كتشجيع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد ديال الموديلات. اليوم جبت لكم تشكيله راقيه ديال الراندا المغربيه في الجلابه والقفطان، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا عندنا جلابه بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندا رضا، كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندا رقيقة، كذلك جلابة أو دوبل جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بالراندا رقيقة مع التنبات ديال العقيق لخدمة راقية ديال الراندا. كذلك نفس الموديل قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم براند عريضة، جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة كذلك براند رقيقة، جلابة في صالة مخزنية مخدومة بالرندة رقيقة تريس في الكول أو في القب، جلابة ميني جلابة، قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم بالرندة رقيقة مع الطرز الرباطي لقفطان راقي بالحزام، الحزام ديال المجدول او الحزام ديال السير، كذلك جلابة بالقفطان مخدومة براندة رقيقة جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة براندة عريضة مدريس في القب وفي الكمام، كذلك جلابة أو دوبل جلابة مخدومة براندة عريضة، كذلك جلابة بالتوب ديال الجوهرة مخدومة براندة عريضة الريس في القب وفي الكمام خدمة راقية، كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة براندة عريضة مخدومة بالألوان، كذلك الريس في الكول أو في القب وفي الكمام، قفطان بالتوب ديال الجوهرة، كذلك جلابة مخدومة براندة عريضة مع التنبات ديال العقيق أو الحجر المهرس، جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة براند عريضة بالألوان،
دائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الرنضة المغربية لهاد السنة هذه. قفطان بالتوب ديال الجوهرة مخدوم بالرنضة رضا، كما كتشوفوا قفطان مخدوم براند عريضة منبت بالعقيق. كذلك قفطان بالتوب ديال الكريب مخدوم بالطرز الرباطي وملاقي بالرنضة رقيقة مع درية في الكول وفي الكمام، القفطان بالحزام. كذلك قفطان بالتوب ديال الكريب طروز بالطرز الرباطي وملاقي بالرندة رقيقة، كذلك تريس في الكول وفي الكمام. كذلك قفطان بالتوب ديال الكريب مطروز بالطرز الرباطي، جلابة مخدومة بالطرز الرباطي وملاقية بالرندة الرقيقة مع دريس في القب وفي الكمام. الموديلات راقية ديال الرندة المغربية، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا كنتو اول مرة تشاهدوا القناة اشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر احمر اللي كاين اسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا ان شاء الله دائما بالجديد ديال الموديلات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.